الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 18 من جماد الآخرة لعام 44 و400 ألف، الموافق ليلة 11 للشهر الأول لعام 23 و2000، وقد بلغنا باب الإمامة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب الإمامة. قال الشارح: هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم. وما الآداب والأحكام للإمام والمأموم؟ لأن الصلاة تشرع جماعة ولها أحكامها. نعم. قال: وما يجب على كل منهما ويستحب، وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض. قال: والإمامة نظام إلهي يرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه عمليا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد، ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع، إلى غير ذلك من أسرار تفوت الحصر. قال: هذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى والخضوع بين يديه. نعم. صلاة الجماعة والصف فيها والإمام والمأموم هي عبادة الله عز وجل، هذا الأصل فيها وهو أعظم المقاصد. لكن مع ذلك يستفيد منها المسلم كيف يتابع القائد وكيف لا يتعدى عليه ولا يتقدم ولا يتأخر، لأن في هذا النظام وحسن الطاعة فيه خير الدنيا والآخرة، في خير الدنيا والآخرة، بخلاف الناس الفوضويين، كل واحد عامل نفسه الأمير، كل واحد يقرر، كل واحد يتكلم، تصير فوضى ما بعد فوضى، تفسد ماذا وماذا؟ الدين ولا الدنيا؟ الدين والدنيا، هذا الواقع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث فيه وعيد شديد أنك لا تتقدم على الإمام، لو فعلت ذلك يخشى عليك أن يحول الله رأسك رأس حمار أو صورتك صورة حمار. وهل لو أن شخصا ما خالف إمامه ممكن يحوله الله صورته صورة حمار؟ ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن، هذا ظاهر الحديث. وبعض العلم قال المعنى أن هذا فيه غباء، يكون غبيا الذي يسابق الإمام، لأن المصير هو أنه لن ينصرف من الصلاة حتى يسلم الإمام. يعني ماذا يستفيد إذا إيش ركع قبل الإمام ورفع قبل الإمام وسجد قبل الإمام وبعد الإمام تأخر عليه وتقدم عليه؟ إيش راح يصير؟ متى والله مستعجل، أنت كنت سواء كنت مستعجل أو ليس مستعجل، متى ستنصرف من الصلاة؟ يعني أنت منتظر حتى يسلم الإمام فتسلم، فمسابقتك لهذه لا معنى لها، هذا غباء، فتبطل صلاته ويذهب أجره ويأثم، وفي النهاية لن ينصرف قبل الإمام. لو انصرف قبل الإمام معنى أنه أصلا ما صلى جماعة، أنه أصلا ما صلى مع الجماعة إلا يريد أجر الجماعة، وإلا كان صلى منفردا، كان ما أتى المسجد أصلا. بما أنك جئت المسجد لتصلي فالواجب عليك أن تتابع الإمام. وبعض العلم يقول لما لا، أنه ممكن يقلب الله رأسه ورأس حمار أو صورة صورة حمار، نأخذ بظاهر الحديث. قال لم يحصل، حتى لو لم يحصل، أولا ما نعلم، يمكن حصل، يمكن حصل بين المسلمين أن الله حول إنسان صورة صورة حمار، وليس بالضرورة أن يتحول تحويلا كاملا، لكن يصير فيه أشباه الحمار ممكن. وهذا يذكرون في بعض كتب المواعظ أن كان شخصا ما يعني يتلثم، قيل لما تفعل هذا؟
فلما يعني راودوه إلا أن وإلا قد كشف ولا فيه صورة في إشباح حمار، تعجبوا منه. فقد سخرت بهذا الحديث ذات يوم فأصابني الله بهذا، هذا مذكور. على كل حال، من تقدم على الإمام ركع قبله أو رفع قبله أو سجد قبله بطلت صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال رحمه الله: غريب الحديث. أولا، أما قال الشوكان، قال الشوكاني أما مخففة حرف استفتاح وأصلها ما النافية. طيب، أما مخففة إيش قسيمها؟ المثقلة إيش صير إيش؟ أما للتفصيل ذيك، أما كذا فكذا وكذا. نعم، أما مخففة. قال: وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي هنا استفهام توبيخ. يعني أصلها ما نافية، همزة استفهام وما نافية، فصارت أما، وهنا استفهام يعني يسأل، والمراد بالسؤال هذا التوبيخ، يوبخ هذا الشخص الذي يسابق الإمام. نعم. قال ثانيا: يخشى أي يخاف، والمعنى فليخف، لأن الغرض من الاستفهام هنا الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. نعم. قال رحمه الله: المعنى الإجمالي إنما جعل الإمام في الصلاة ليقتدى به ويؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلاته، وبهذا تتحقق المتابعة. نعم. فإذا سابقه المأموم فاتت المقاصد المطلوبة من الإمام، لذا جاء من هذا الإمامة. من الإمامة أحسن الله. قال: لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، بحيث يمسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. نعم، يعني ممكن تأتي العقوبة على عضو من جسم الإنسان، ها؟ ممكن. لهذا نظير، مثل ماذا؟ فرجل كان يأكل بالشمالة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفع حتى شلت، جت عقوبة على عضو من جسمه، واضح؟ وممكن يوم القيامة تأتي العقوبة على جزء أيضا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. قال: هذا إيش؟ هذا الجزء يصيبه النار. هذا ممكن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يتوضأ ولا يعتني بالوضوء ولا يغسل عقبيه مؤخرة قدميه، قال: وين العقابي من النار، وين العقابي من النار. فممكن العذاب يكون لجزء. نعم. قال: اختلاف العلماء في السبق. اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد، ولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل. طيب، يعني كون حرام يسابق الإمام حرام ما في شك، لكن تبطل الصلاة أو لا تبطل، هذا الخلاف. نعم. قال الإمام أحمد في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة، يعني أبطل صلاته عند الإمام أحمد. نعم. قال: وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. طيب، كمل. قال: والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد. فساد ماذا؟ يعني فساد المنهي عنه. وش معنى الفساد؟ أن يقع الفساد، لا، يعني صلاة فاسدة، ما المعنى؟ النهي يقتضي الفساد. نعم. قال: الاستنباطات من الحديث: أولا، تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام، والوعيد فيه دل على منعه، إذ لا وعيد إلا على محرم، وقد أوعد عليه بالمسخ، وهو من أشد العقوبات. نعم. قال ثانيا: يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة، وليس هذا من باب القياس وحده، فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. نعوذ بالله. قال ثالثا: وجوب متابعة المأموم. لكن حاشا أن يقول إيش؟ ضعف الألباني المرفوع، يعني هذا موقوف على أبي هريرة،
نعم. قال ثالثا وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة. نعم. رابعا إن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد بالمسخ. خامسا توعد المسابق، توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله. صحيح. نعم. قال سادسا تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. نعم. قال سابعا الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة الحمار أمر ممكن. أمر ممكن لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الله قادر أن يحول الصورة. نعم. قال وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل الوقوع، ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة، وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار. نعم. طيب نكتب على القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.